بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من يومين ثلاثه نزلت فيديو عن الجزائر وعن كاس العرب، ولقيت نفسي بسم الله ما شاء الله حاقد وحاسد وكاره، والحمد لله رب العالمين. لقيت الموضوع بتاع المشتركين في السالب مش في الزياده. قلت وانا عامل القناه ده عشان المشتركين، انا بطلب من الناس تعمل اشتراك في اخر الفيديو والناس بتطنشني، وعادي الحمد لله اهي ماشيه. بس بقى موضوع الحقد والغيره والكراهيه اللي هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ ده احنا بنتكلم في كوره، 11 لعيب بيجري ورا جد منفوخ، الموضوع مش محتاج حقد ولا كراهيه ولا غيره. طب الموضوع فيه ايه؟ قال لك لا احنا نعدل، انت حاقد وحاسد. انا لبست حاقد وحاسد عادي، مش جديده. طيب يا جماعه ايه الجديد بقى؟ قال لك الجديد منتخب الجزائر هيلعب منتخب الكاميرون في تصفيات كاس العالم قطر 2022. هنتكلم ككره؟ لا، لازم ناخد طرنا من الكاميرون. انا الكلام ده ما لقيتوش عندي هنا بس، ده انا لقيته في اماكن تانية كتير، اماكن تانية بتتكلم ان الجزائر اتظلمت وتعرضت للمؤامرات وتعرضت للسحر وتعرضت لمؤامره من سامويل ايتو والكاميرون علشان خاطر الجزائر تلعب في ملعب سيء. الملعب ده كان سيء، بس منتخب كوت ديفوار برضه كان بيلعب على نفس الملعب، ومنتخب كوت ديفوار قدر ان هو يعرف يتعامل مع الملعب كويس. طب منتخب الجزائر هل دي اول مره تحصل له الحاله اللي حصلت في البطوله دي؟ والله لما رجعت التاريخ لقيت ان منتخب الجزائر خد بطوله افريقيا مرتين بس، مره في الجزائر 1990 ومره في مصر 2019. طب تاريخه في افريقيا؟ البطولات اللي بتلعب في افريقيا، البطولات اللي بتلعب في افريقيا بيطلع منها بدري بدري، بيطلع منها من الدور الاول زي 2017 ودور نص النهائي قدام منتخب ساحل العاج في 2015. طب يعني المنتخب الجزائري بيعاني اساسا من لعب افريقيا. المنتخب الجزائري من فتره طويله جدا 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 من اجيال كتير بيعاني في اللعب في افريقيا، لا يتكيف على لعب في افريقيا، ما بيعرفوش يلعبوا في افريقيا. منتخب الجزائر عنده مشاكل في اللعب في افريقيا. حتى لو دورت على تاريخ الجزائر قدام الكاميرون هتلاقي ان الغلبه كاميرونيه. لما دورت على تاريخ مواجهات الجزائر وكوتيفوار لقيت ان الغلبه ايفواريه. لما طلعت اتكلمت هنا وقلت ان الغلبه في المواجهات السابقه ايفواريه برضه ناس قالت لي غيره وشماته. يا جماعه المشكله كلها بتتعلق في اللعيب الجزائري. اللعيب الجزائري مش بيعرف يتعامل في الاجواء الافريقيه. اللعيب الجزائري بيشتكي دايما من الاجواء الافريقيه، فبالتالي ما بيعرفش يتعامل معاها. انت عايز تسمع كلام يفرحك بتاع ان كان في مؤامره، كان في سحر، كان في حكم، كان في بلا، كان في، بس الكلام ده مش حقيقي، لان كان في سحر البطوله دي 2017 2015 قبلها كان في سحر. كل ده ما كانش فيه سحر، انت عندك مشاكل في النوعيه بتاعه اللعيبه بتاعتك، مش بتتكيف على اللي في افريقيا. ولو انت ما تقبلتش فكره ان دي افريقيا ودي ملعب افريقيا، عمرك في حياتك ما هتاخد بطولات افريقيه في افريقيا. البطولات اللي بتتنظم في مصر قليله جدا. الكاميرون عندها مشاكل، عندها ازمات، عندها بطوله صعبه جدا. على فكره النهارده في انجلترا كان في درون في مباراه بين بيرنلي وولفرهامبتون والماتش وقف، الكهرباء قطعت في الدوري الانجليزي النهارده. كان في لعيب وست هام نازل التيشيرت بتاعه مش مكتوب عليه اسامي. كل المشاكل دي بتحصل في عالم كره القدم. بس انت عايز تسمع ايه؟ عايز تسمع الحقيقه ولا عايز تسمع اللي يرضيك؟ الحقيقه ان اللعيب الجزائري مش بيعرف يلعب في افريقيا، هي دي الحقيقه. اللعيب الجزائري بيعاني من جو افريقيا. اللعيب الجزائري متعود على الاجواء البارده، متعود على الاجواء اللي فيها دفء، متعود على الاجواء اللي بيعرف يلعب فيها، متعود على الملاعب اللي تلعب عليها كره قدم. اللعيب الجزائري لما بيروح يلعب في افريقيا الوضع بالنسبه له بيكون صعب جدا 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 جدا. الملاعب السيئه مع الاجواء الحاره مع الفنادق السيئه، الموضوع بالنسبه له بيكون صعب. ده اللعيب الجزائري. انت عايز تاخد من القصه قصه سحر ومن القصه قصه مؤامره، خدها براحتك، بس افتكر دايما ان الناس بتحب تصدق الحاجات اللي ترضيها مهما كانت مش حقيقيه. الحاجه اللي ترضيك انت انك تحاول تشتغل على مشاكلك. لما كنت بتكلم على منتخب الجزائري كنت بقول لو هنغير من الجزائر نشوف الناس دي عملت ايه عشان تنجح، مش نغير من الجزائر نوقعها تبقى فاشله زينا. اتمنى انك تبقى فاهم ان القصه كلها قصه ان احنا بنرجع للماضي. ارجع للماضي هتلاقي ان البطولات اللي انت خدتها كمنتخب جزائر بتاخدها في ملاعب عربيه وفي اجواء مناسبه للعيب الجزائري، انما غير كده الموضوع بيبقى صعب وفي معاناه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان ما تقوليش مباراه الكاميرون اللي جايه صار ولازم نكسبها وتحط لي ضغط على الفرقه، وهي الفرقه اساسا كانت تايهه في البطوله اللي فاتت علشان خاطر الضغط، اللي هي البطوله اللي فاتت اللي هي كاس الامم الافريقيه حاليا، مش البطوله اللي فاتت بالنسبه لمنتخب الجزائر. فانت هتحط ضغط على الفرقه، ده احنا بنحاول نشيل الضغط اللي كان موجود على الفرقه. طب لغه الكوره، لان الفرقه اللي كانت موجوده في الكاميرون كانت فرقه مضغوطه، فرقه متوتره، فرقه بتجري ورا الماتشات. نتمنى انك تشيل الضغط في ماتش الكاميرون وتعرف ان البطوله عدت وماتت وان احنا في بطوله تانية جديده وهي تصفيات كاس العالم. نتمنى انك تتعامل مع مباراه الكاميرون هي مباراه عاديه، جاست مباراه هنلعبها فوتبول خلاص، انما هتتعامل نفس المعامله اللي كانت قديمه زمان دي هتلاقي ان الموضوع صعب عليك انت اكتر من عليه هو، لان اللعيب الافريقي
ما بيهموش كل الكلام ده لانه جنسيته غير جنسيتك، ولا اسف لغته غير لغتك، فهو مش هيفهم اللي انت بتقول عليه. فانت ما تحاولش تحط ضغوطات على فرقتك اكتر من الضغوطات اللي تكون موجوده على الخصم، لان صدقني ماتش الكاميرون هيكون صعب، مش هيكون بالسهوله اللي بيتكلموا عليها اليوتيوبرز اللي عايزين ياخدوا اللايك او السبسكرايب منك. انا بكلمك لوجه الله، هي الكوره كده، تقبلها بما فيها ولا تتقبل فيها الحاجه اللي بتزعلك. عايز تعمل اشتراك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك لناس عايزه تقول حاجه لوجه الله. لو عايز تعمل ان سبسكرايب براحتك برضو، ده رايك ومحترم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو شايف ان مباراه الكاميرون لازم تكون للصار، فبراحتك يا ابن الحلال.